منتشرة على الفيسبوك اسمها فتاة ناسا. فتاة ناسا دي كذبة جديدة كده على السوشيال ميديا. هي بنوتة سارة أبو الخير قالت عبر حسابها على الانستجرام، هي كانت بتعمل لعبة كده. ايه اللعبة دي؟ هي سارة بتبين من خلالها انها اي حاجة ممكن اقنعكم بيها على السوشيال ميديا، وان السوشيال ميديا سواء فيسبوك او انستجرام مادة خصبة جدا وارض خصبة جدا لتداول الشائعات والكلام الفاضي. لان هي عرضت وكالة، هي قالت كده يعني على حسابها على الانستجرام، ان وكالة الفضاء الامريكية ناسا عرضت فكرة مجنونة عشان تحط لحمة وفراخ اسفل الصواريخ علشان تعمل حفل باربيكيو كبير بشكل موسع. طبعا ده كلام فاضي يعني، يا سارة قالت الكلام ده وفي ناس كتير راحت مشيراه من غير ما تتأكد. فسارة اثبتت بالموضوع ده ان اي حد ممكن يقول اي حاجة واي حد ممكن يصدقها. على فكرة سارة ما قالتش كده بس، هي قالت ان الفكرة دي حلوة قوي، وقالت ان وكالة ناسا عزموها عشان تحضر العشاء، وان هي مع الفريق يعني ومناقشة الفكرة، وارفقت صورة سكرين شوت من رسائلها مع ناسا. على فكرة دي كده زي ما احنا شايفين. طبعا برضو كل ده اي كلام، ناس كتير جدا بقى صدقوها واقتنعوا بالكلام وقعدوا يعني يتفاعلوا بقى مع الفكره، وكل واحد قال لا نعمل كذا ومش نعمل كذا وبعتلنا، وشركات بقى بيقدموا عروض. هي قالت ان في شركات كتير قدمت، سبيس اكس وباس فيد ونتفليكس وحاجات كتير، شركات كبيره كتيره جدا. بعد كده ساره قالت ان الكلام ده ما حصلش، وان انا بقول لكم كده عشان تصدقوا ان فعلا ال الستوريز او الحاجات اللي بتنتشر على الفيسبوك لازم ان احنا نتاكد منها. الناس بقى بعد كده بعد ما ساره قالت الحقيقه اتقسموا نصين، برضو كل واحد فيهم بيقول لا ساره عايزه تبقى مشهوره، وفي ناس تانية بتقول لا هي عملتها بطريقه فعلا احرجت ناس كتيره جدا انها بتصدق يعني اي حاجه بتتقال على السوشيال ميديا. عموما الناس كلها كانت بتتكلم في موضوع ساره ابو الخير وموضوع حفله الباربيكيو، بس يعني احنا حتى مهما صدقنا مش معقول هنصدق ان في حفله باربيكيو تحت الصواريخ في وكاله ناسا. يعني دي حاجه مش ممكن حد يقتنع بيها يعني. عامة برضو تاني بنتكلم، واحنا بنتكلم على السوشيال ميديا يا جماعه مش اي حد يصدق اي حاجه لو سمحتوا نتاكد من المصادر. بهذا